فاينل فانتسي 7 ولربما تعتبر الأشهر في السلسلة وبين ألعاب تعاقب الأدوار اليابانية على الإطلاق. عالم اللعبة الواسع جعل منها بداية للعديد من الألعاب الفرعية والأفلام. حتى شخصيات اللعبة تعتبر الأشهر بين أجزاء السلسلة، وحتى يومنا هذا لا زالت اللعبة تحظى بشهرة واسعة بالرغم من مرور أكثر من 23 عاما عن إصدار النسخة الأصلية، وترقب الجمهور للنسخة المعاد صنعها لسنوات طويلة كان دليلا على شعبيتها. إليكم 100 حقيقة عن لعبة فاينل فانتسي 7، نسترجع فيها ذكريات اللعبة الأساسية وأسرار التطوير وخفاياه. سيتم التطرق فقط على اللعبة الأصلية والنسخة الجديدة، وربما نتطرق للألعاب والأفلام الفرعية في فيديو آخر. فاينل فانتسي 7 طورت من قبل سكوير للبلاي ستيشن 1 وصدرت في العام 1997. تم نشرها باليابان من قبل سكوير وفي جميع العالم من قبل سوني الترفيهية. فاينل فانتسي 7 هي أول لعبة رئيسية بالسلسلة تحصل على إصدار بال الخاص بأوروبا والشرق الأوسط وغيرها. طاقم العمل المخضرم لفاينل فانتسي عادوا مجددا للعمل على الجزء السابع، بمن في ذلك مبتكر السلسلة والمنتج هيرونوبو ساكاغوتشي والمخرج يوشينوري كيتاسي والملحن نوبو ويماتسو. بدأت عملية التطوير في العام 1994 وكانت في الأصل لجهاز سوبر نينتندو انترتينمنت سيستم، وبعد التأخيرات والصعوبات الفنية في الوقت الفعلي للعرض كان على سكوير استخدام السعة الضخمة للقرص المرن، الشيء الذي وفرته أجهزة بلاي ستيشن عن غيرها في تلك المرحلة لتترك سكوير نينتندو. تم إجراء اختبارات لإصدار نينتندو 64 الذي استخدم محرك الأقراص المرنة 64DD المخطط له، على الرغم من أن نينتندو لم تنتج بعد مجموعات تطوير 64DD بسبب تغيير مواصفات الجهاز في النموذج الأولي. وأثناء الاختبار المبكر حيث وضعت مظلعات بهيمث الألفين مما تسبب في انخفاض معدل الإطارات. اللعبة هي الأولى في السلسلة التي تستخدم الفيديو بالحركة الكاملة ورسومات الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد ونماذج الشخصيات ثلاثية الأبعاد. الفريق تأثروا مما رأوه في نماذج الشخصيات ثلاثية الأبعاد المستخدمة في Alone in the Dark. ساكاغوتشي قرر استخدام نموذجين مختلفين، واحدة للأحداث في الوقت الفعلي للتعبير بشكل أفضل عن العاطفة، بينما الأخرى تم تطبيقها للمعارك. قام الفريق بشراء أجهزة الكمبيوتر العملاقة سيليكون جرافيكس أونيكس والبرامج المصاحبة بما في ذلك سوفت إيميج 3D، باور أنيميتر وإن وورد بإجمالي يقدر ب 21 مليون دولار. أعضاء الفريق لم يروا تقنية تطوير ثلاثية الأبعاد من قبل. كانت أكبر مشكلة في رسومات ثلاثية الأبعاد هي فجوة تخزين الذاكرة الكبيرة بين أجهزة التطوير ووحدة التحكم. بلاي ستيشن 1 يستخدم 2 ميجا بايت فقط من ذاكرة النظام. سوني كانت مترددة في مشاركة الوصول إلى مواصفات الجهاز مع سكوير لحل هذه المشكلة. تم الإعلان عن فاينل فانتسي 7 في فبراير لعام 1996، وكان من المقرر أن تصدر في وقت ما من ذلك العام، لكن لتحقيق رؤيتهم بشكل أفضل سكوير أجلت تاريخ الإصدار لمدة عام كامل تقريبا. كان هناك قرص استعراضي وزعت كهدية في معرض طوكيو للألعاب في العام 96 سميت بسكويرز بريفيو إكسترا فاينل فانتسي 7 أند سيغراف ووركس. هذا الاستعراض احتوى على لقطات الاختبار المبكرة التي تم إنشاءها باستخدام شخصيات من فاينل فانتسي 6. ركزت فاينل فانتسي 7 على عناصر الخيال العلمي وستيم بانك والعروض السينمائية، بينما ظلت أنظمة اللعب مشابهة إلى حد كبير للأجزاء السابقة مع إضافة عناصر جديدة مثل ماتيريا وليمت بريكس والألعاب المصغرة الجديدة. نومورا بعد أن أثار إعجاب ساكاغوتشي بأفكاره المقترحة والتي كانت مكتوبة بخط اليد وموضحة بدلا من كتابتها على جهاز كمبيوتر، تم استدعائه كمصمم شخصيات رئيسي. اقترح ساكاغوتشي نظام ماتيريا لتوفير المزيد من التخصيص للشخصية بالمقارنة مع ألعاب فاينل فانتسي السابقة، وساهم تتسوية نومورا في طريقة اللعب من خلال تصميم نظام ليمت بريك. عن تصميم كلاود وسيفروث، تأثر نومورا برأيه في التنافس الذي يعكس العداء الأسطوري بين مياموتو موساشي وساساكي كوجيرو من عصر الحروب الأهلية في اليابان. تطورت العديد من تصاميم نومورا بشكل كبير أثناء التطوير. كان الهدف من تصميم كلاود الأصلي لشعر أسود مائل للخلف بدون تموجات لتقليل عدد المضلعات والتباين مع شعر سيفروث الفضي الطويل المتدفق. ومع ذلك خشي نومورا أن شكله الذكوري قد لا يحظى بشعبية لدى المعجبين، لذا أعاد تصميم كلاود بالشعر الأشقر الشائك اللامع. تم استخدام الفكرة لاحقا لأنجيل الحامل الأصلي لبستر سورد وصديق سيفروث المقرب في كرايسيس كور. المدير الفني للعبة هو يوسوكي ناورا الذي عمل سابقا كمصمم لفاينل فانتسي 6. ناورا أدرك أنه بحاجة إلى إعادة تعلم الرسم، حيث تتطلب المرئيات ثلاثية الأبعاد طريقة مختلفة تماما عن ثنائية الأبعاد. مع الحجم والنطاق الهائل للمشروع تم منح ناورا فريقا مخصصا بالكامل للتصميم المرئي للعبة. لاحقا تحدث عن المشروع الفني للجزء السابع بأنه مظلم وغريب. كان ساكاغوتشي مسؤولا عن كتابة القصة الأولية والتي كانت مختلفة تماما عن النسخة النهائية. في مسودة نسخة السنية تم تصور مكان اللعبة في مدينة نيويورك
في العام 1999. هذه النسخة استخدمت في نهاية المطاف لإعداد نيويورك في باراسايت إيف. أما القصة كانت نفسها تقريبا، إذ كانت الشخصيات الأساسية جزءا من منظمة تحاول تدمير مفاعلات ماكو، لكن يلاحقهم محقق اسمه جو. شخصيات رئيسية ستفجر المدينة في النهاية، ونسخة مبكرة من مفهوم لايف ستريم كانت موجودة في هذه المرحلة. وبينما اختلفت القصة عن الأفكار الأولية، إلا أن فاينل فانتسي 7 لا تزال تمثل تحولا جذريا بالمقارنة مع الأجزاء السابقة التي كانت تحكي قصص الخيال في العصور الوسطى. بينما تميزت فاينل فانتسي 6 بالعديد من الشخصيات القابلة للعب والتي كانت على نفس القدر من الأهمية، قرر الفريق التركيز على بطل واحد لفاينل فانتسي 7. اقترح نومورا السعي وراء سيفروث الذي كان السرد الرئيسي حوله، وهذا لم يحصل في السلسلة من قبل. تدور أحداث فاينل فانتسي 7 في عالم يشار إليه داخل اللعبة باسم بلانت، على الرغم من أنه تم تسميته بغايا كماضي. وقوة الحياة على الكوكب تسمى لايف ستريم، وهي تدفق للطاقة الروحية التي تمنح الحياة لكل شيء على الكوكب، والذي يعرف في شكله المعالج بماكو. تدور قصة اللعبة حول كلاود سترايف، المرتزق الذي ينضم إلى جماعة لمنع شركة ضخمة تتحكم على العالم من استخدام جوهر حياة الكوكب كمصدر للطاقة. خلال الأحداث سيتعرف كلاود على مجموعة من الرفاق، وسيواجه سيفروث الذي يريد إلحاق الضرر بالأرض. كيتاسي ونوجيما اقترحا النزاع بين أفالانش وشينرا مع إضافة ماضي كلاود وعلاقته مع سيفروث. كذلك نوجيما هو من له الفضل في بناء شخصية كلاود، وشمل ذلك ظهور شخصية زاك الذي تم إنشاؤه لاحقا. قال ساكاغوتشي أنه لم يكن كافيا لجعل الحياة موضوعا، فأنت بحاجة إلى تصوير الحياة والموت. في أي حال تحتاج إلى تصوير الموت، وبالتالي اقترح نومورا قتل أحد الأبطال. الاختيار وقع على إيرث لأن موتها سيكون الأكثر قسوة بعواقب وخيمة. مشهد موت إيرث على يد سيفروث أطلق عليه إحدى أكثر اللحظات الصادمة والسينمائية والأولى من نوعها في ألعاب الفيديو. كيتاسي أراد تصوير الحادثة على أنها مفاجأة غير متوقعة، تاركة ليس شعورا دراميا بل فراغا كبيرا واقعيا ليس كهوليوود. أثناء التطوير توفيت والدة المؤلف هيرونوبو ساكاغوتشي. في ذلك الوقت أراد ساكاغوتشي صياغة قصة تظهر لمجرد وفاة شخص ما، فهذا لا يعني أنهم فقدوا إلى الأبد. سيناريو حادثة إيرث كتبها كيتاسي. نوجيما وكيتاسي كانا يريدان أن تموت معظم الشخصيات الرئيسية قبل وقت قصير من المعركة الأخيرة، لكن نومورا اعترض على الفكرة لأنه اعتقد أنها ستخفف من تأثير مقتل إيرث. مقتل إيرث كان السبب وراء وجود شخصية تيفا، إذ كان لابد من وجود شخصية يحبها الجمهور تصل للنهاية، وأيضا كاهتمام حب آخر محتمل لكلاود. خضعت العديد من علاقات الشخصيات إلى تغييرات أثناء التطوير. كان من المقرر أن تكون إيرث أخت سيفروث، وهذا سبب تشابه تسريحة الشعر. كذلك كانوا يريدون جعل سيفروث حبيبا سابقا لها لزيادة العمق في قصتها، ليتم استبداله لاحقا بزاك فير. شخصية زاك فير أنشأت في وقت متأخر من التطوير، وتم ابتكاره بينما كان كاسوشيغي نوجيما يبني الأسرار المحيطة بكلاود. كذلك فينسنت ويوفي كانا جزءا من السرد الرئيسي للقصة، لكن نظرا لضيق الوقت تحولوا إلى شخصيات جانبية. تم تكليف نوجيما بكتابة السيناريو وتوحيد أفكار الفريق في سرد متماسك، حيث أعجب كيتاسي بعمله السابق على الجزء الثالث من سلسلة جلوري أوف هيركليس التي تتشابه معها بالغموض. ماساتو كاتو كتب العديد من مشاهد اللعبة الأخيرة، في بعد الأمر لم يكن كاتو منتسبا إلى المشروع، وتم استدعائه للمساعدة في تجسيد بعض مشاهد القصة، فكتب مشاهده وفقا لذوقه الخاص، وتمت الموافقة عليها لاحقا بعد التحقق من أنها تفي بالمعايير. سمحت التحسينات الرسومية بتعزيز خطوط الحوار نسبياً بردود الفعل والأوضاع من نماذج شخصيات ثلاثية الأبعاد، لكن التمثيل الصوتي أدى إلى زيادة في أوقات التحميل فتم حذفها من اللعبة. خلال مشهد إطلاق السلاح الماسي هناك صوت يأتي من خلال الاتصال الداخلي، هذا لا ينسب إلى ممثل صوتي، والشخص الذي يتحدث من خلاله غير معروف. تم تأليف وإنتاج موسيقى تصويرية لفاينل فانتسي 7 بواسطة نوبو ويماتسو، الذي كان بمثابة الملحن الوحيد لألعاب فاينل فانتسي 6 السابقة. كانت الموسيقى الأولى التي ألفها ويماتسو للعبة هي المشهد الافتتاحي. كيتاسي عرض عليه المشهد وطلب منه بدء المشروع، هذا أعطى ويماتسو شعورا بأنه سيكون مشروعا جيدا حقا. كان أسلوب ويماتسو في تأليف موسيقى اللعبة هو التعامل معها كموسيقى تصويرية لفيلم، وتأليف موسيقى تعكس مزاج المشاهد. على سبيل المثال قام بتأليف المسار المخصص للمشهد في اللعبة، حيث
صفقة الأحد الأبطال لتكون حزينة لكن جميلة، بدلا من كونها عاطفية أكثر من اللازم، مما يخلق شعورا أقل من قيمتها. كانت أحد الاتجاهات الفنية المبكرة للعبة هو استخدام رسومات ثنائية الأبعاد، وكانت هناك صورة في وقت مبكر من التطوير تتميز بهذا النمط باستخدام تصاميم شخصيات فاينل فانتسي 6، بمن في ذلك شخصية لوك كول. لترويج اللعبة خارج اليابان، أطلقت سكوير وسوني حملة إعلانية واسعة النطاق لمدة 3 أشهر في أغسطس لعام 1997، تضمنت أيضا العديد من المقالات من مجلات الألعاب وغيرها، وتعاون خاص مع بيبسي، وقد بلغ إجمالي ميزانية التسويق في جميع أنحاء العالم 40 مليون دولار. إحدى الإعلانات الخاصة باللعبة تقول: رجاء على شخص ما جلب الأشخاص الذين يصنعون ألعاب الكارترج سجارة وعصبة للعينين، وأيضا الأخرى شيء جيد، إن كانت متوفرة على كارترج فستكون للبيع بتجزئة بحوالي 1200 دولار. هذه مهاجمة صريحة لشركة نينتندو بجهازهم نينتندو 64 الذي يستخدم محرك كارترج. هناك نص غير مستخدم وجد في ملفات اللعبة وكان من الممكن أن يحدث خارج مقر شينرال الرئيسي، يقترح بارت أن كلاود يعرف المكان جيدا. كان بارت سيقول أنه كان بالمقر من قبل عندما كان يملك يديه. مشهد المصعد مشابه نوعا ما، لكن تم حذف هذا الحوار في النسخة النهائية، ولا شيء يوحي بأن بارت قد زار مقر شينرا من قبل. هناك جزئية كبيرة من فصل هاني بي إن حذفت من اللعبة الأولى أثناء تواجد اللاعب في النادي. يمكن أن ينتهي الأمر بكلاود في حوض استحمام مع 9 رجال مفتولي العضلات. كان من الممكن أيضا أن يقابل اللاعب بالمر رئيس برنامج الفضاء التابع لشركة شينرا قادما من إحدى جلسات الاستحمام المعتادة وغيرها، في حين تم حذف بعض هذا المحتوى في نهاية اللعبة. يمكن العثور على المحتوى غير المكتمل على أقراص الإصدار الياباني الأصلي، ويمكن الوصول إليه من خلال قرصنة الملفات. أثناء مطاردة الدراجة النارية، يمكن مشاهدة كلمة ميدغار كتبت بشكل خاطئ وتنطق بميدغال على جانب الشاحنة. وفقا لمصمم الشخصيات تاتسويا نامورا، تم تصميم فستان إيرث خصيصا لكي يستخدم عددا قليلا من المضلعات. فاينل فانتسي 7 لمحت بشدة إلى لورين كابالا. الكابالا هي مدرسة فكرية يهودية تشير أيضا إلى التصوف اليهودية والغنوصية التي تطلق على الأفكار الدينية في الأديان القديمة. فاينل فانتسي 7 لم تستمد من معتقدات هذه الأديان فحسب، بل أنها تدمج ما حدث بالفعل لمعتنقي الديانة في الحياة الواقعية، بالإضافة إلى استخدام اللغة العبرية في تكوين أسماء الشخصيات. يأتي اسم سيفروث من سيفروت والتي تعني الانبثاق أو الفيض، والذي يشير إلى الجوانب العشرة لله في شجرة الحياة في اليهودية. الخصلة السادسة من شجرة الحياة هي الجمال، والمعروفة بالعبرية باسم تيفري. من الممكن أن يكون اسم تيفا مشتقا منها، وسيفر سيفر سيفروث هي كلمة عبرية لكلمة بوك، وبالتالي ترجمة اسم سيفر سيفروث هي بوك أوف نمبرز، وهو أحد الكتب العبرية. كيت سيث يشبه إسبر ستري من فاينل فانتسي 6، والذي كان يطلق عليه أيضا كيت سيث في النسخة اليابانية. الاسم نفسه من الأساطير السلتية ويعني القط الجن. اسم الزعيم بيزارو سيفروث جاء نتيجة خطأ في الترجمة، بحيث أن المخطط ريبيث سيفروث. في اللغة اليابانية دائما ما تنطق الحرف بي إلى في أو تي اتش أو اس، فانتهى الأمر بترجمته إلى ريفيرس سيفروث. جديرا بالذكر أن نفس المشكلة حصلت في تسمية إيرث باسم إيرس. استبدل المترجمون كلمة ريفيرس باسم بيزارو، والتي يمكن استخدامها في الغرب كمصطلح عام للإشارة إلى شيء معاكس أو مقلوب، وهي أيضا مشتقة من شخصية بيزارو من سوبرمان، والذي كان استنساخا ناقصا لسوبرمان، حيث يقوم بوعي الأمور بالطريقة المعاكسة التي كان متوقعا منها. سلاح كلاود باستر سورد كان أصغر حجما بفتحة ماتيريا واحدة فقط، لكن هذا تغير بسبب تشبيهه بسكين مطبخ من قبل نومورا. لا يزال الكثير من الناس لا يعرفون كيف يلتصق سيف كلاود بظهره. إن تم النظر على تصميمه الأولي، هناك مغناطيسا بأحزمة البنطال التي تحافظ على سيفه في مكانه. في إعادة الإصدار للحاسب الشخصي في عام 2012، استخدام سيف كريستال في الكهف الشمالي سيؤدي إلى عرض اسم المنطقة في القائمة وحفظ الملف في اسم سيكريت كاو ليفل. هذه إشارة إلى سيكريت كاو من ديابلو 2. عند العودة إلى كنيسة القطاع 5، يمكن رؤية صورتين مختلفتين لإيرس، تظهر إحداهما لجزء من الثانية في وسط الشاشة قبل أن تختفي، بينما الأخرى تظهر إيرس وهي تعتني بالأزهار قبل أن تختفي. هذا من المفترض أن يكون شبح. بعد إعادة إيرث باستخدام أداة غش، يوجد حوار في القرصين الثاني والثالث. يبدو أن هذا يشير إلى أنه لم يكن من المفترض أن تموت في نهاية القرص الأول، أو كان من المفترض إحيائها لاحقا في اللعبة. وبعد أن يتم إيجاد كلاود في المستشفى بعد أن يقع في لايف ستريم، سيغمغم بأشياء غير مفهومة عند التحدث إليه. أحد تلك الأشياء هو زينو جياس. هذا كان خطأ في الترجمة وإشارة إلى لعبة زينو جيرس، وفي نسخة الحاسب الشخصي تم تصحيح التهجئة إلى زينو جيرس.
وفقا لفاينل فانتسي 7 ألتيمانيا أوميجا، تضمنت المسودات السابقة لسيناريو اللعبة ثلاث شخصيات تعرف بالقديسين الثلاثة. لا يعرف الكثير عن دورهم الأصلي في اللعبة بخلاف اختطافهم من قبل سيفروث، وأنا ريد 13 يعرف عنهم أكثر. كان القديس الوحيد المذكور بالاسم يدعى غاندالف، الذي ياسره هوغو وأصابه بالشلل في مختبر شينرا. هناك شخص أحمر اللباس مخفي في سجن كوريل، نموذج مخفي عن الأنظار في طريقة اللعب العادية، ولا توجد نماذج أخرى مثل هذه في اللعبة، ويعتقد أنها توقيع من أحد المصممين. في قسم غوست سكوير من جولد سوسر، يوجد قرع بعيون خضراء في زاوية الغرفة على يسار مكتب الاستقبال في النزل، سيؤدي التفاعل مع هذا اليقطين إلى الضحك. هذه الضحكة هي في الواقع نسخة أبطأ قليلا من الضحك الأيقوني لكيفكا بالاتسو الشرير من فاينل فانتسي 6. يعتبر النقش الموجود على خوذة جينوفا إشارة إلى العالم الحقيقي، ونصه صنع في هونغ كونغ. جميع الحقوق محفوظة. 1996 شركة سكوير المحدودة. لم يتم العثور على هذا حتى عام 2005 عندما ظهرت صورة عالية الدقة، أي بعد 8 سنوات من إصدار اللعبة. الرقم 7 موجود في كل شيء تقريبا. أفالانش يقطنون في سكتر 7، حانة تيفا تدعى 7th Heaven. في بداية اللعبة 7 أشخاص كانوا موجودون في 7th Heaven. هناك 7 كنوز في الغابة القديمة، ومضي 7 سنوات عن رحيل كلاود من نيبلهايم وغيرها الكثير. عدد المطورين في تطوير الجزء السابع وصل إلى 100 موظف وبميزانية قدرت ب$80 مليون أمريكي. هذه الميزانية في الوقت الحالي جعلتها من أغلى الألعاب تطويريا لفترة طويلة. حتى هذه اللحظة لا يزال ينظر إليها كواحدة من أبرز الألعاب، واحدة من أكثر ألعاب الفيديو تأثيرا وأعظمها على الإطلاق. فازت بالعديد من جوائز لعبة السنة، وكانت سببا رئيسيا في زيادة مبيعات بلاي ستيشن، وساهمت في شهرة ألعاب تعاقب الأدوار في العالم، وأدى نجاحها إلى تعزيز السلسلة تجاريا وانتشارها على منصات مختلفة، وظهور سلسلة فرعية تسمى Compilation of Final Fantasy 7 والتي تحتوي على الألعاب الأخرى والأفلام والقصص القصيرة. فاينل فانتسي 7 بكل بساطة تعتبر واحدة من أفضل الألعاب التي شاهدتها هذه الصناعة، وكذلك أيقونة بلاي ستيشن 1، وحققت نسبة 92% من مجموعة تقييمات على متى كريتيك. اعتبارا من أغسطس لعام 2020 تمكنت اللعبة من بيع أكثر من 13 مليون نسخة حول العالم بجميع إصداراتها، وتعتبر اللعبة الأصلية على بلاي ستيشن 1 الأكثر مبيعا بالسلسلة. بالرغم من إصدار فاينل فانتسي 7 على الحاسب الشخصي منذ العام 1998، إلا أن اللعبة على صعيد الأجهزة المنزلية ظلت وفية لبلاي ستيشن لسنوات طويلة حتى عام 2019 عندما أطلقت أخيرا على نينتندو سويتش وإكس بوكس 1. في أوائل عام 2000 أعلنت سكوير عن نسخة جديدة من فاينل فانتسي 7 لبلاي ستيشن 2 جنبا إلى جنب مع فاينل فانتسي 8 وفاينل فانتسي 9، لكن لم يسمع أي شيء عن المشروع، وتم التنازل عن الفكرة بسبب التحدي المتزايد للتطوير على أجهزة جديدة وكان سيتطلب قطع المحتوى. أيضا الفريق كان منشغلا بفاينل فانتسي 13. في معرض E3 لعام 2005 كان هناك مقطع تجريبي تقني لفاينل فانتسي 7 ريميك على بلاي ستيشن 3، حيث عرض افتتاح فاينل فانتسي 7 بمحرك كريستال تولز الجديد. منذ ذلك الحين ظهرت مطالب انتاج اللعبة واطلاقها، والتي زادت في عام 2007 والتي تمثل الذكرى السنوية 10. في كلتا المناسبتين نفت سكوير اعادة انتاج اللعبة لاسباب من بينها التركيز على الالعاب الجديدة واحتمالية قطع جزء كبير وصعوبة التطوير على الاجهزة الحديثة ومقدار الوقت اللازم للتطوير. ربما كانت مطالب اللاعبين من نسخة معاد صنعها للعبة واضحا في حدث بلاي ستيشن اكسبيرينس لعام 2014. الترقب وخيبة الامل في النهاية ووجه الرئيس كلها كانت علامة لسكوير انكس بانه حان الوقت لسماع الجمهور. We'll be able to play this version on PlayStation 4 with the upscaled original graphics. The desire for Final Fantasy 7 on PlayStation is very strong. في يونيو لعام 2015 تم الإعلان عن إعادة تطوير لفاينل فانتسي 7 بعد سنوات من التكهنات، مع عودة العديد من الموظفين الرئيسيين بمن فيهم مصمم الشخصيات تتسويا نامورا كمخرج، يوشينوري كيتاسي كمنتج، وكاسوشيغي نوجيما ككاتب قصة وسيناريو، موتومو تورياما كمخرج مشارك مع الملحن نوبو ويماتسو. بينما عاد فريق التمثيل الصوتي الياباني المخضرم لفاينل فانتسي 7، وتمت إعادة صياغة الأصوات الإنجليزية بمؤدين جدد.
تم إصدار اللعبة لجهاز بلاي ستيشن 4 في 10 أبريل 2020، وقد تلقت تقييمات إيجابية مع الثناء على رسوماتها وطريقة اللعب والسرد والموسيقى. أشاد النقاد بمدى وفاء القصة والتمسك باللعبة الأصلية من 1997. فاينل فانتسي 7 ريميك هي اللعبة الأولى من السلسلة تم التخطيط لإعادة إنتاجها. هي تمثل 30% تقريبا من اللعبة الأصلية وتغطي الأحداث التي تدور في ميدغار. تم إعادة تصميم كل عنصر، ورسومات القصة تضمنت تطويرات عديدة في الشخصية وبعض الإضافات البارزة في الحبكة. تجري آلية استكشاف المعركة في الوقت الفعلي مثل فاينل فانتسي 15، وتتميز اللعبة بنظام ATB Active Time Battle المعدل من النظام الأصلي، والذي يملأ تدريجيا ببطء أو بشكل أسرع عبر الهجمات. القصة في ريميك بدأت بنفس القصة الأصلية مع الاختلافات البسيطة، لكن تم إضافة بعض الشخصيات الجديدة مثل ليزلي، والذين سيؤثرون جزئيا على مجرى الأحداث. الإضافة الأهم هي التغيير القصصي في شخصية زاك، والذي ألمح إلى تغيير المصير المحتمل في الجزء الثاني، وهذا ما أكده نومورا وكيتاسي. دخلت اللعبة مرحلة الانتاج الكامل بحلول أواخر عام 2015 بقيادة فريق الداخلي ديفيجن 1، بينما كان نومورا مشاركا في المشروع منذ البداية. اكتشف أنه المخرج بعد أن رأى نفسه ينسب إليه الفضل في فيديو عرض تقديمي داخلي للشركة، حيث كان يتوقع أن يقوم كيتاسي بالإخراج. نومورا في تلك الفترة كان مخرجا لفاينل فانتسي 7 ريميك إضافة إلى كينغدوم هارتس 3. الهدف الأساسي من المشروع هو جعل اللعبة جديدة وأيضا تشعر بالحنين للاعبين القدامى ومناسبة للجدد على هذا العالم. أدى هذا القرار إلى إنشاء نظام القتال الجديد بدلا من استخدام نماذج الشخصيات والأسلوب الرسومي لأدفنت شيلدرن والتي تم تطويرها في تلك المرحلة باستخدام تقنية عمرها 10 سنوات. قرر الفريق إنشاء تصاميم ونماذج جديدة للشخصيات. أراد نمورا موازنة واقعية أدفنت شيلدرن مع أسلوب الرسم الكرتوني القديم. في بدء الأمر دخلت سكوير إنكس في شراكة مع المطور سايبر كونكت 2، وعلى الرغم من الاتفاق المتبادل إلا أن سكوير فضلت تطوير اللعبة داخليا لعدة أسباب، أبرزها نظرة سكوير للعبة كإصدارات مقسمة على عكس ما أراده سايبر كونكت 2. سكوير أعلنت أن العالم والقصة لن تحتملها لعبة واحدة فقط. أثناء تطوير السيناريو كان الفريق بحاجة إلى العمل بعناية لكي لا تبدو اللعبة فقط حنينا للماضي، فقد احتاجوا إلى اتخاذ قرارات بشأن ما يمكن نقله من اللعبة الأصلية وما يحتاج إلى التعديل والتغيير لأغراض قصصية ولسبب التغييرات المجتمعية منذ إصدار النسخة الأصلية. الاختلافات كانت مثل هجوم سيفروث على بارت وإنقاذه من ويسبر، ظهور سيفروث خلال سيناريو ميدغار من دون أي مقدمات. فايس في اللعبة الأصلية ذكر أن كلاود يرى مستقبل إيرث، وهنا الأمر يبدو غير واضح. شخصية كلاود حصلت على تعديل ليكون مغرورا لا مباليا غامضا لأعدائه. رغبة تيفا في الانتقام من شنرا ضعفت بسبب إحجامها على ممارسة العنف. شغف بارت وشخصيته تجعل الآخرون يحذون حذوه. الخطة الأصلية للأداء الصوتي كانت بجلب مؤدي الأصوات من فيلم فاينل فانتسي 7 أدفنت شيلدرن، لكن هذه الخطة تغيرت بجلب أصوات جديدة شابة كجزء من إعادة إحياء للعبة. لكن الأصوات اليابانية ظلت كما هي باستثناء تاكاهيرو ساكوراي ككلاود الجديد والشهير في العديد من أعمال الأنمي. الأصوات اليابانية الأخرى كانت ماساشيرو كوباياشي بدور بارت، والشهيرة ساكاموتو مايا بدور إيرث، أيومي إيتو لتيفا، وسيفروث كامنادا المخضرم توشيوكي موريكاوا. وللدبلاج الإنجليزي تم اختيار الممثل بطل تين وولف كودي كريستيان بديلا لصوت كلاود الأساسي ستيف بورتون في العديد من الأعمال. جون إريك بنتلي هو من أدى دور بارت. بريانا وايت لصوت إيرث. بريت بارن من مسلسل جلو قدمت صوت تيفا. جديرا بالذكر أن الممثل تايلر أوكلين الشهير بدور سوبرمان كان خلف صوت سيفروث. الرقم 7 استمر بالظهور هنا أيضا. بعد المعركة الأولى سيصل المستوى إلى 7 كالإصدار الأصلية. يمكن فتح 7 أماكن لماتيريا على السلاح وغيرها العديد. اللعبة لا تتضمن الكثير من المعلومات حول ماضي بارت أو السلاح المتصل بذراعه، لكن في الفصل الثاني عندما كان يتجادل مع أعضاء شنرا، موسيقى كورون من مدينة بارت كانت في الخلفية، وربما وراء ذلك قصة. كذلك أثناء الجولة التعريفية بتاريخ شنرا، أدلى بارت بتعليق حول عدم ثقته بشنرا أبدا بينما كان ينظر إلى ذراعه. في 7th Heaven هناك صورة للحانة بالشكل الذي كانت عليه في اللعبة من العام 1997. في اللعبة الأصلية جوني كان يقطن في منزل مجاور لحانة تيفا 7th Heaven وكان يرتدي نفس الملابس. هنا جوني يصادف اللاعب كثيرا أثناء الرحلة، كذلك يتمتع بالكثير من الطاقة. انتم اكمال عدد معين من المهام في الفصل الثالث، يمكن فتح مهمة Discovery Alone at Last والذي سيمنح مشهدا إضافيا مع تيفا. في الشقة يمكن إيجاد زوجا من أحذية رعاة البقر يشبه إلى حد كبير الأحذية التي ارتدتها في ذكريات الماضي لنيبلهايم سواء في اللعبة الأصلية أو في النسخة الجديدة. في الفصل الرابع يمكن للاعب إلقاء نظرة حول منزل طفولة جيسي والعثور على رسالة إلى والديها. هذه الرسالة شرح تمثيل
تمثيلها كاميرا في مسرحية جولد سوسر، وهي إشارة إلى اللعبة الأصلية، حيث لعبت يوفي دور جيسي. أثناء المضي عبر المفاعل الخامس، تقترح تيفا استخدام الأنابيب للوصول إلى مخزن ماكو. الفكرة تبدو خطيرة، لكنها في الواقع عبارة عن رد على مهمة رياكتر 5 للعبة الأصلية، والتي شهدت الفريق ينزلق على بعض الأنابيب عند فتح بوابة الأمان في القطاع 5. كل من كلاود، باريت وتيفا حاولوا إنزال الرافعات في الوقت المناسب. اللحظة هي تلميح مباشر إلى لعبة توقيت مصغرة في اللعبة الأصلية من نفس القسم. في متجر الأدوات في وول ماركت، هناك آلة إذا اقتربت منها سيحدث هذا، تماما كما حدث في النسخة الأصلية. أحد الزعماء في اللعبة The Hell House، الذي يعتبر أكثر الزعماء ابتكارا، هي فكرة أرادوا تطبيقها في اللعبة الأصلية، لكن لضعف الإعدادات حصلنا على مجرد منزل. الآن منزل يقوم بفعل كل شيء تقريبا. في مقبرة القطار في الفصل 11، سيواجه اللاعب الغول، وهو زعيم جديد تماما. لكن تماما كHell House، هناك عدو عائد تم تجديده، إليغور. تماما كما هو الحال في النسخة الأصلية، يمكن إما التسلل إلى المستويات العليا من شنرا عن طريق صعود السلالم، أو حسب نصيحة برت عن طريق ركوب المصعد. الاختلاف الرئيسي بين الخيارين هو الحوار ولحظات القصة التي تحصل في كلتا الطريقتين. أيضا ولسوء الحظ لا يوجد إكسير في منتصف الطريق صعود الدرج هذه المرة. هناك إشارة تدل على أن Final Fantasy X تعتبر مقدمة لFinal Fantasy 7. في لعبة Final Fantasy X 2، هناك فتى عبقري صغير من عائلة بيد يدعى شنرا، يتحدث عن تسخير قوة فاربلين كمصدر للطاقة. لFinal Fantasy 7 Ultimania Omega أشارت إلى أحفاد شنرا الشباب الذين أسسوا شركة تزود الكوكب الطاقة. وفي مقر شنرا هناك صورة قديمة تظهر الصبي بيد كشخص بالغ من خلال العديد من الملصقات التي تعلن عن عصير بانورا وايت أبل. تفاحة بانورا المعروفة أيضا باسم التفاح الغبية تنمو فقط في قرية بانورا، وهي قرية مهمة في كرايسيس كور. هناك ملصقات كات كام التي تأتي مع شعار شاهد العالم من خلال عينيها، هذه إشارة إلى محتوى كاميرا القط من Final Fantasy 15 الذي تم عرضه في معرض تايبي للألعاب، لكن تم إزالتها في النسخة النهائية من اللعبة. في الصالة الرياضية لعبوا كمال الأجسام مستندين على أشخاص واقعيين. من المحتمل أن يكون جولز مبني على أمريكان جولز بيكن، بينما روني وجي هما على منافسي كمال الأجسام السابقين روني كولمان وجي كاتلر. اسمي بيكس وويج معروف لدى عشاق السلسلة ظهورهما المتكرر. هنا بيكس وويج إشارة إلى طياري ريبل وأصدقاء لوك سكاي ووكر في ملحمة ستار وورز. وضعية قتال كلاود أوبريتر هي لزاك، والذي هو أيضا تعلمها من أنجيل. الوضعية الثانية بانشر تشبه أسلوب القتال لسفروث، واستخدام هذه الأساليب بسبب تاريخي هام لكلاود التي ترتبط بخلفيتها القصصية. لا توجد نقاط حفظ في النسخة الجديدة، على عكس اللعبة الأصلية يمكن إيجاد مقاعد حديقة لاستعادة نقاط الصحة والطاقة الخاصة باللاعب. هذه تميزت برمز نقطة الحفظ من Final Fantasy 7 الأصلية. الموسيقى هي نفسها التي كتبت باللعبة الأصلية، لكن تم تحديثها من قبل نوبو ويماتسو مع عودة ماساشي هاموزو وميتسوتو سوزوكي. ساهم ويماتسو بأغنية هولو، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها ويماتسو وكيتاسي معا منذ Final Fantasy X في العام 2001. نومورا أراد أغنية هولو من قبل يوش لتعكس الحالة الذهنية لكلاود مع إبراز صورة المطر. مقطوعة The Promised Land مستوحاة من الأغنية الأساسية لفيلم Final Fantasy 7 Advent Children. أصبحت Final Fantasy 7 Remake واحدة من أسرع ألعاب PlayStation 4 مبيعاً، حيث بيعت أكثر من 3,500,000 نسخة في غضون 3 أيام، وبعد 4 أشهر وصلت المبيعات إلى 5 ملايين نسخة. من المقرر إصدار النسخة المحسنة Final Fantasy 7 Remake Integrate على PlayStation 5 في يونيو العام 21. اللعبة حصلت على تقييمات إيجابية، وفي Metacritic حصلت على مجموع 87%، وقد فازت بالعديد من الجوائز، أبرزها أفضل لعبة تعاقب أدوار من جوائز الألعاب The Game Awards. هذه كانت 100 حقيقة من حقائق Final Fantasy 7. إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا النشر والإعجاب والاشتراك بالقناة، وأيضا تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، وأتذكر الحين استودعكم الله، السلام عليكم.